مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكل إداراتها لاستقبال الشهر الفضيل وتهيئة الأجواء الإيمانية لجمهور المصلين. نعم إيمان، وإدارة المسجد الكبير أبدت استعدادها وجهوزيتها لاستقبال المصلين في صلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي الشهر المبارك. ها هو يستعيد بريقه للترحاب بضيوف الرحمن بعد 3 سنوات من التوقف بسبب كورونا وأعمال الصيانة. مسجد الدولة الكبير تزين بأجمل حلة واكتسى بأبهى منظر لاستقبال ما يزيد عن 55,000 مصلٍ خلال شهر رمضان المبارك. أكدنا على جهوزية المسجد الكبير في كل طاقمه، وإن شاء الله نرجع نفس قبل جائحة كورونا قبل 3 سنوات من خلال الصيانة التامة، ونؤكد جهوزية المسجد الكبير. إدارة مسجد الدولة الكبير أتمت كل الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين طوال الشهر المبارك، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المختلفة للوقوف على خدمة وراحة ضيوف الرحمن. المسجد جاهز لاستقبال المصلين من خلال العمل الصيانة اللي تمت له أيضا، وأيضا جهوزية لاستقبال من خلال الفعاليات اللي ستقام مشيئة الله من خلال الإفطار الصائم، وأيضا الأنشطة المعدة للنش وخيام مجهزة للأمهات لاستقبالهم مشيئة الله. أكثر من 21 جهة ومؤسسة حكومية وأهلية تعمل بكامل طاقتها لإنجاح فعاليات وأنشطة المسجد الكبير طوال شهر رمضان. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.